بص يا سادة، لازم نبقى متفقين على أمور أساسية، ألا وهي أنه أي بلد في الدنيا عنده عاداته تقاليده أعرافه مجتمعه، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أي بلد في الدنيا لحماية هذه العادات والتقاليد والأعراف بيبقى في عنده مجموعة من اللوائح المنظمة والقوانين، أي بلد. تمام، طيب، شكرا يا أبو عظيم. حلو، عفوا يا أبو عظيم، دي كلمة السر. هاجي على ما نشاهده وما نسمعه. زمان كان بيبقى في عندنا التلفزيون العادي، بعد شوية بقى في عندنا التلفزيون الدش، نحن حاطين طبق فوق سطح العمارة بنتفرج على القنوات المختلفة اللي بنتفرج عليها من كل حتة في العالم، ممكن يبقى فيها اللي متفق معانا اللي مختلف معانا إلى آخره. بعد شوية بدأت التكنولوجيا تتطور وأصبح في ما يطلق عليه البلاتفورم أو المنصات لو صح التعبير يعني. طيب، منصات المشاهدة ومنصات الاستماع أصبحت أكتر من الهم على القلب زي ما بيتقال. هل ده معناه إنه المنصات تحط على محتواها أو تضخ داخل محتواها اللي يجي على بالها زي ما هي شايفة، ولا إنها تنظم هذا المحتوى بما يتفق مع المكان اللي المنصة دي شغالة فيه؟ طبعا ممكن يجي واحد يجي يقول لك إيه، خلي بالك المنصات بتحط المحتوى بتاعها وأصل ما لهاش علاقة بقى مصر ولا أسبانيا ولا إيطاليا ولا أمريكا ولا الصين. لا، هو المحتوى بالمناسبة بيبقى محتوى إقليمي، يعني تقدر حضرتك تخش على منصة ما وانت في أوروبا هتلاقي فيلم عادي جدا، مش في اللي بالك، فيلم عادي جدا. لما تيجي تخش على نفس ذات المنصة في الشرق الأوسط وارد جدا ما تلاقيش الفيلم ده. ممكن تلاقي وانت على المنصة هنا من الشرق الأوسط الاي بي ادرس هو اللي بيحكم يعني، فهتقدر تلاقي فيلم ما بيتعرض عندنا في مصر ويتعرض في السعودية ويتعرض في تونس وما إلى ذلك. تيجي تسافر انجلترا ما تلاقيهوش. إذن المنصة تستطيع أن تتحكم في طبيعة المحتوى التزاما بالمعايير الأخلاقية على حسب المكان اللي هي بتقدم فيه المحتوى بتاعها. اللي حصل إنه أمازون برايم حطوا محتوى لا يتفق ولا يلتزم بالمعايير بتاعتنا. تعرفين أمازون برايم هو يعني الجزء بتاع أمازون اللي تقدر أن حضرتك تتفرج فيه على أفلام وما إلى ذلك، زيه زي منصات كتير. جه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتكلم بالفعل مع أمازون برايم حول هذا الموضوع. خليني أرحب جدا 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 وبشدة بكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أهلا بحضرتك أستاذ كرم. اهلا وسهلا بيك، وكل سنه وانت طيب والساده المشاهدين بخير، وحضرتك وانا سعيد بالمداخله معاك. لا ده انا اسعد، وحضرتك عارف يعني حضرتك وحشني قد الدنيا يعني. لا لا لا، انت والله لك مكانه خاصه عندي، ربنا يخلي حضرتك وانا بحبك وبحترمك. يا بخت يا فندم، يا بخت، شهاده يعني كبيره عندي والله. ربنا يخليك استاذ كرم. ايه 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 اللي حصل من امازون برايم، وايه التحرك اللي عمله المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؟ طيب خليني اخد القضيه من المنظور الواسع. القضيه دي محل اهتمام السيد رئيس الجمهوريه منذ فتره طويله، وبيصدر تعليمات وتوجيهات مباشره لمجلس الوزراء وايضا لوزاره الاتصالات والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لتنظيم هذه السوق، وان مصر تبقى فيها سوق منضبطه وفقا للمعايير الدوليه والعالميه اللي بتنظم هذا العمل، لان احنا مقدمون على ثوره رابعه وثوره خامسه وذكاء اصطناعي وميتافيرس، يعني عالم مليء بالمفاجات، فعلينا ان نكون مستعدين. وفقا لقانون المجلس، هو المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هو المختص بهذا الامر دون اي جهه ثانيه، لا وزاره اتصالات ولا وزاره التعدد ولا اي مكان ثاني. المجلس وفقا لقانونه هو اللي بيضع اسمه تنظيم، بيضع القواعد التنظيميه. التوجيهات الرئاسية فيها جانبين، الجانب الأولاني مراقبة المحتوى اللي بيتم بثه على المنصات
وتنقية هذا المحتوى من الأشياء اللي لا تتفق مع القيم الدينية والقيم القانونية والأخلاقية في مجتمعاتنا، وحماية المجتمع خصوصا الشباب والناشئ من هذا المحتوى. احنا بدراسة بعض المحتوى اللي تبص هذه المنصات لقينا 4 أشياء غالبة. الأمر الأولاني محتوى بيشجع على المثلية، التطرف، العنف، الإلحاد. هم شغالين على كثير من المحتوى في هذه المنصات شغال على هذه القضايا. لو ضربت مثلا مثال بالمثلية، إحدى الشركات عندها إنتاج ضخم جدا، صح، يعني ثلاثة مثلا 30 مليار دولار، نصف هذا المبلغ اللي يساوي ميزانية الدولة أو هذا المبلغ اللي يشبه يعني عدد كبير من فقراء العالم بيتم تخصيصه لإنتاج محتوى بيحبذ أو بيشجع على المثلية، وهذا الإنتاج بيجد دعم من الإدارة الأمريكية من أيام أوباما اللي أصدر أيامها قرار من البيت الأبيض أو بيان من البيت الأبيض بيشجع ويحبذ ويدعم زواج المثليين. ده الـ الأمر أو طبعا أنت بعد يعني كثير من المنصات، حتى المنصات المفتوحة عندنا مفرطة في أفلام العنف والقتل والذبح، وبتنشر ثقافة العنف وثقافة الكراهية ما بين الأجيال الجديدة من الشباب، وبعض الشباب بتبقى في محاكاة لهذه النماذج في جرائم كتيرة. إذا هذا الجانب محتاج إن تتحط له ضوابط تراقب هذا المحتوى. ده الجانب الأولاني. ماذا فعل المجلس؟ المجلس حط ضوابط تشغيل على المستوى القانوني، على المستوى القيم السائدة في المجتمع، وتم اختار جميع هذه الشركات، هذه المنصات او الشركات اللي بتمثل المنصات او الوكيل القانوني للمنصة. معظمهم يعني بيلتزموا باشياء شفويا ولكن لا يتم تنفيذها، ومعظمهم غير مقيدين ولم يحصلوا على ترخيص وفقا من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، اذا هم بيشتغلوا بطريقة غير شرعية. هذا المجال يجب ضبطه، ويجب مصر لن تتحول إلى سوق لهذه التكنولوجيا العشوائية سواء كانت تسوق إلكتروني أو منصات أو خلافه، لا، مصر هتصبح سوق منضبطة وفق أعلى المعايير. يبقى ده الجانب الأول. حلو، الجانب الثاني إن التجارة الإلكترونية الآن أصبحت هي تجارة المستقبل، لأنها يعني حجم التجارة الإلكترونية دلوقتي في الوقت الحالي السنة اللي احنا فيها على مستوى العالم 6 تريليون دولار، مبلغ ضخم جدا. رقم مخيف. مصر بتستحوذ على تقريبا 100 مليار جنيه، يعني نسبة قليلة. احنا يعني بنتعشم يعني على المستوى المصري ان خلال السنوات القادمة انت يبقى نصيبك من هذه الكعكة تقريبا 13 مليار دولار سنة 2027. فيجب انك تهيئ البيئة لجذب هذه الاستثمارات، وتحط قواعد للجذب وقواعد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضوابط كثيرة جدا ممكن تسمح في توقيت ما بأن القطاع غير الرسمي يدخل ضمن القطاع الرسمي، لأن عندنا عدد كبير جدا من المصريين، يعني في نسب بتتراوح ما بين 15 و20% بيتم التسوق عبر الإنترنت. ده يحصل برضه من تتصدى للاختراقات الموجودة، خصوصا إن مصر دلوقتي فيها ثورة كبيرة في التحول التكنولوجي والشمولي، وده بيدي فرص واعدة للسوق المصرية. يبقى إذا هنا القرار في جانبين، الجانب الأولاني تنقية المحتوى ومراقبة المحتوى واتخاذ إجراءات مشددة خلال 3 شهور اللي مش هيوافق على بعض، هنتم الحج بهذا الأمر وهنبلغ البنك المركزي، ما يعملش تحويلات لأن الشاب بيبقى في البيت يروح حاطط الفيزا كارت، تتحول بقى الفيزا بتاعته، تتحول الفلوس للشركات دون رقابة ولا ضرائب ولا بيدفعوا حقوق ولا عليهم واجبات، وأصبحت العملية كده يعني عملية فوضوية. يبقى هذا الجانب محتاج للتنظيم، وأيضا سوق التجارة الإلكترونية تتحط القواعد اللي تشجع على المنافسة وجذب أكبر قدر من الاستثمارات. طيب البيئة العالمية فيها إيه؟ يعني العالم شغال مع الموضوع ده إزاي؟ برضو من خلال الدراسات اللي عملناها احنا لقينا انه تم في نهاية العام اللي فات، السنة اللي فاتت، قانونين اصدرهم الاتحاد الاوروبي وبدأوا دخلوا حيز التنفيذ بالفعل، يعني مش لسه دراسات او ابحاث،
الأحداث. القانون الأولاني أصدرته المفوضية الأوروبية، والقانون الثاني صادر عن الاتحاد الأوروبي. القوانين دي بتنظم، واحد بينظم الخدمة الرقمية والثاني بينظم خدمة المحتوى، وحاطين يعني قواعد مشددة جدا لمراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق على ما تم الضوابط. بتتولى المراقبة بقى للشركات الضخمة جدا زي جوجل وأمازون ويوتيوب، وتنفيذ القواعد بصرامة الهيئة الكبرى الأوروبية، وعاملين بالنسبة لمقدم الخدمة الأصغر في الوكالة الاتحادية للشبكات، ودي موجودة في ألمانيا. يبقى هنا في رقابة على العمالقة ورقابة على الصغار، والمهم الاثنين توفير حماية خاصة للقصر ومنع استهدافهم بإعلانات أو محتوى ضار. إحنا في المجلس عندنا بروتوكول وعندنا أكواد عن الإعلام الآمن للطفولة وللشباب، ويجب والنشر ويجب تطبيقه. الإعلام ده في الضوابط كيف تتعامل وسائل الإعلام والمنصات في الداخل والخارج مع القضايا الخاصة بالطفولة وفقا للمعايير اللي عندنا اللي بتتوافق مع مجتمعاتنا. هذه الشركات مطالبة بتطبيق هذه المعايير. طبعا في بعض الدول يعني في ناس يعني ازاي يعني ده حجب وده منع. المسألة ليست حجب ولا منع، وإنما تنظيم وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في كبريات دول العالم. يعني قانون الخدمة الرقمية بتاع الاتحاد الأوروبي ده بدأوا دخلوا في المرحلة الأولى اللي بيطبقوا عليهم الضوابط المشددة 19 منصة رقمية من أكبر المنصات في العالم، ولم يعترض أحد ولم يثير ضجة، وقالوا لهم إيه؟ إحنا بنستهدف تنظيم الخدمات والأسواق الإلكترونية ومحركات البحث الكبيرة جدا، وتحسين شفافية الإشراف على المحتوى وحماية القاصرين واستهدافهم بأي وسيلة. دي المجتمعات المنظمة اللي بتحط ضوابط، احنا مش أقل منهم، ولازم هذه الضوابط. ده الحقيقة مشروع المجلس اللي هو شغال عليه. لو بصينا مثلا نتفليكس يعني بتحاول تخلي المثالية بين الشباب والنشأة قضية عادية، جزء من الحياة اليومية. يعني أحيانا الأسرة بتبقى قاعدة بتتفرج على فيلم عادي جدا، وتفاجأ بحوارات أو بمشاهد بتحبس المثلية. والحقيقة هم بيختاروا شخصيات محببة للشباب والأطفال وشخصيات أسطورية، ويتم دس مشاهد أو محتوى بيتعلق بالمثلية، يعني لتمرير المثلية وأنها أصبحت قانونا عالميا، وكأن من يطالب بمنع المثلية زي الحجة البلية بتاعتهم اللي بيعملوها اليهود والصهاينة، معاداة السامية، فبقت في حاجة اسمها معاداة المثلية. دول أخرى خدت ضوابط وأخلاق. روسيا، الهند، تركيا، البرازيل. البرازيل كان في أحد المنصات فيلم مثلي، الناس طلعت على المقر بتاع هذه الشركة حرقوه قنابل الملوتوف. يبقى إذا أنت هنا بتأمن المجتمع، بتحط ضوابط لحماية الشركات الجادة، بتحط قواعد للمنافسة للضوابط. هذا الأمر يعني القرار يجب أن يفهم في هذا الأمر. عربيا بقى، معلش أنا أطلت عليك، بالعكس بالعكس، عربيا بقى إحنا في تعاون من خلال اجتماعات وزراء الإعلام العرب. يعني دي من القضايا الملحة اللي بيتم مناقشتها في كل مؤتمر. يعني آخر مؤتمر كان في البحرين، واحنا تقدمنا بورقة عمل مصرية فيها عن الألعاب الإلكترونية ومخاطرها عن الأطفال، فيها هذه المحتوى اللي بيسيء للمرأة، وطالبنا تعظيم صورة المرأة العربية في وسائل الإعلام، وأيضا التعامل مع هذه القضايا، وقدمنا التجربة المصرية وما اتخذناه من إجراءات. احنا في بروتوكولات تعاون، والقضية دي مدرجة من ضمن بروتوكولات التعاون مع مركز محمد بن راشد ومركز إعلام مجلس إعلام دبي في الإمارات، مع العراق، مع الأردن. وقعنا منذ أيام بروتوكول تعاون كان بحضور في اللجنة المصرية الأردنية العليا، كان بحضور رئيسي الوزراء البلدين، وأنا وقعت البروتوكول، والجزء ده
مهم جدا منه. عندنا كمان بروتوكول تعاون جاهز للتوقيع والجزء ده فيه مع المملكة العربية السعودية، وبروتوكول تعاون جاهز برضه للتوقيع في القضايا اللي زي كده، ازاي ننقل الخبرات الالكترونيه مع روسيا، وزاره الاتصالات الروسيه لان ما عندهمش وزاره اعلام، الاثنين جاهزين للتوقيع لتفعيل هذه المنظومه. في اجتماعات اخر هذا الشهر مجلس في اتحاد الصحفيين العرب، احنا برضه هنثير هذه القضيه ونطالب بالاهتمام بها، ونطالب ان يبقى في راي عام موحد لحماية المجتمعات العربية من مثل هذه الأفكار. وعايز أقول لك الولايات المتحدة الأمريكية حتى تلاقي بايدن بيقول لك أنا يعني هخلي المثالية لغة سائدة في كل المدارس، بيجي ترامب سأقاوم المثالية، ولايات بتطبق، ولاية زي كاليفورنيا بتمنع. يعني هي ليست قضية، ليست دستورا، وليست قضية يعني قضية فيها مصائر الشعوب، ولكن دي قضية. السؤال هنا يعني ليه الاهتمام بإنتاج يعني مثل هذا المحتوى، والاهتمام الأكبر بتصديره لمجتمعاتنا الشرقية؟ احنا بدأت عندنا ظواهر اجتماعية كثيرة، ظواهر العنف وظواهر القتل وظواهر الكراهية نتيجة المحتوى الضار. وبعدين عايز أقول لك حاجة برضه تاني، الشيء بالشيء يذكر، لما بتلاقي المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية من سنة اللي اقتحمت الكونجرس والناس دخلت عملت كده، تفتح الفيسبوك او اليوتيوب تلاقيهم جايبين حاجات ترفيهيه واغاني وافلام وحاجات كده. عندنا في الشرق الاوسط تفتح الصفحه الرئيسيه جايبين لك حادث قتل وعنف وذبح واي حاجه، حدث صغير، مظاهره صغيره بيتم تضخيمها وتجسيمها. ده الحقيقه الواقع، وده القرار الهدف منه التنظيم. واحنا وضحناه لك جميعا وقلنا ان احنا مجتمع يحترم القوانين، مجتمع قوي، مجتمع يعني بيشتغل في ظل القوانين الدوليه وبينظم اجراءاته بما تقتضيه المصالح العليا للمجتمع المصري، لكن لا في غلط ولا في حجب ولا في منع ولا في مصادره، دي كلها مفردات يعني موجوده في قواميس قديمه عن حالها الزمن، لكن انت بتتعامل مع الاوضاع الموجوده وفقا اللي سائد في دول العالم وفقا للقوانين والمعاهدات الدوليه، ومصر بتحترم القوانين والمعاهدات الدوليه تماما. والله يا استاذ كرم، اذا كنا هنضطر في وقت من الاوقات ان احنا نحجب منصه او موقع لانه مثلا يروج لافكار المثليين، يبقى اهلا وسهلا بالحاجب وبالمصادره وبكل حاجه، لانه في النهايه احنا مش بنخترع امر ما، احنا بنتكلم على وضع لا تقبله الفطره البشريه ولا الانسانيه اصلا. لكن استاذ كرم، خليني اسال سؤال، يعني بمخاطبه الممثلين القانونيين لهذه الشركات والمنصات في جمهوريه مصر العربيه على سبيل المثال، وهاخد من كلام حضرتك إن وجد، لأنه بعضها زي ما حضرتك قلت وضعيتها أصلا في مصر غير قانونية، افترضنا إنه ما التزموش، هنعمل إيه؟ ما هو في إجراءين. إحنا قلنا الإجراء الأولاني إخطار البنك المركزي، ما فيش تحويل لهذه المنصات لأنها بتشتغل في أعمال غير مشروعة وفقا للقوانين المصري الواجب الاحترام، ووفقا للمعمول به في سائر دول العالم اللي بتحترم القوانين. يبقى ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني، من حقنا أن نحجب هذه المحتوى عن المشاهد المصري على المنصات، ونطلب من الشركات دي انها تحذف هذا المحتوى. الامر المهم جدا ان الثلاث شهور كل المنصات دي يجب تعالى وفق اوضاعك واشتغل بطريقه قانونيه وبطريقه مشروعه وخلي في حوار، لكن طريقه الكر والفر ومحاوله الهروب من الالتزامات ومحاوله التسييف واطاله الوقت، الحقيقه احنا خدنا وقت طويل في دراسة هذا الموضوع وفي المقابلة مع هذه الشركات، يعني بالنا طويل وبنشتغل معهم في هدوء ودون تصريحات ودون ضجيج ودون إدانة لأحد، لكن في النهاية لا، القوانين سيتم تطبيقها بمنتهى الحزم، والمنصة المحترمة اللي عايزة تشتغل بشكل رسمي، لأن مصر يعني دي سوق كبيرة جدا، يمكن خلال فترة 2027 هتبقى أكبر الأسواق العربية الجاذبة لهذا النشاط، يعني عندنا قوة ضخمة، ومش من مصلحتهم أن يتم حجب أو غلق أو أكل، لأن يعني حينما ينشر خبر عن حجب منصة أو غيره بتلحق بها أضرار كبيرة جدا طبعا. يمكن عايز أقول أحد المنصات كانوا أنتجوا فيلم عن كليوباترا وطرف صورة، هي نتفلكس، الشباب نفسهم
تعاونوا وعملوا جروبات وسحبوا الاشتراكات، وهذه القناة حققت خسائر كبيرة. دي درجة الوعي بقى اللي عند الناس، الوعي الفطري التلقائي المحب البلد وتاريخها وقيمها. طب بخصوص المنصات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أستاذ كرم، في بعض المنصات وبعضها منصات مشهورة بالمناسبة ما عندهاش سياسات متعلقة بجودة المنتج على سبيل المثال، فبلاقي منتجات دون المستوى ومحطوطة على المنصات دي، في حين أنه نفس ذات المنصة لو أنا اشتريت منها مثلا في الخليج هلاقيها لا بتحاول تحافظ على جودة المنتجات المعروضة عليها، لو أنا اشتريت منها في أوروبا الاقيها بتحافظ على جودة المنتجات المعروضة عليها إلى آخره، بس بيجوا عندي وبعضهم بيسوق الهبال على الشيطنة. المنصة حتى أتمكن من التعامل معها يجب أن تكون لها ممثل قانوني في مصر، حصل على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتحافظ على الضوابط الإعلامية، يعني خلي بالك من الإعلامية والثانية الإعلانية، لأن بعض الجهات بتقول لا يعني المجلس بيراقب الإعلام، لا المجلس قانونا الإعلام والإعلان ومن حقه أنه يحط الضوابط لمراقبة المنتجات ومواصفاتها، وعند مخالفة يعني هذه الضوابط أو تلقي الشكاوى أنت بتتدخل وبتاخد الإجراءات المنصوص عليها ابتداء من المساءلة والحجب والمنع والغلق، لأن أنت في الآخر بتحمي التجارب الجادة وبتحمي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى عشان ما يتعرضوش لمحاولات نصب أو يتسلل عبر هذه المنصات بعض الناس اللي بيروجوا لسلع أو أجهزة فاسدة أو مضى تواريخها أو مثل هذه المحاولات. فإذا الخطوة الأولانية هذه المنصات 3 شهور زي أي مكان في العالم، تعالى اشتغل سجل نفسك خد تصريح قول لنا نشاطك إيه، اتعامل إجراءات صح. تنظيمية ليس فيها لا حجب ولا منع، نظام، لكن فوضى أنت داخل طالع مش عايز تلتزم بأي التزامات، أعتقد ما فيش أي بلد بتسمح بده. صحيح، أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذ كرم، وأتمنى أن حضرتك تنورنا وتشرفنا وقت ما حضرتك يسمح، يعني أرجوك هبقى مبسوط. يشرفني، وعلى فكرة أنا عايز أقول أن الموضوع ده إحنا يعني هنشتغل عليه لحد كده ما يتم يعني ضبط هذه السوق، لأن أنا في الآخر قلت هي في الأول قلت ده مش تخويف ولا منع خالص، ولكن ده تنقية المجال طبعا عشان ندخل بقى هذا السوق وناخد نصيبنا العادل من التجارة الإلكترونية. نورتنا أستاذ كرم، وألف ألف ألف شكر على هذه المداخلة، وألف شكر على الموافقة على الاستضافة بإذن الله، غالبا هيبقى بعد العيد بقى. كل الشكر كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.